هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، امسي عليكم بالخير في اولى حلقات او بدايه حلقه الاسبوع من برنامجكم ليالي الكويت. يا هلا ومرحبا فيكم ومساء الخير عبد الله. مساء الخير ليلى، ومسي بالخير على كل الساده المشاهدين اللي تعودوا على وقت ليالي الكويت، واللي هم تعودوا شوي على ديكور ليالي الكويت اللي انا لحين ما تعودت عليه. المرحله الانتقاليه هذه راح تكون ان شاء الله على ما يجهز ديكور جديد مع الشهر الجاي ان شاء الله تشوفون ديكور يليق في هذا البرنامج والسنوات الكبيره اللي طافت 8 سنوات. فان شاء الله هم نقدم من خلال هذه الحلقه يعني حلقه تليق بالمشاهدين باذن الله. اكيد عندنا فقرات وعندنا ضيوف عديدين نفس او كالعاده، معنا ضيوف راح يتكلمون، معنا مدير هيئه اداره الخدمه المدنيه مساعد العسعوسي راح يكونون معنا ضيوف يتكلمون عن الامن السبراني، راح يكونون كذلك معنا، راح يكون أحد الدكاترة اللي فازوا بجائزة مؤخراً ما بيحرق عليهم منه، راح يعرفون مجموعة من الضيوف إن شاء الله راح يكونون معنا في حلقة اليوم. لكن يعني متابعتكم تهمنا وأيضاً مشاركتكم من خلال هاشتاج ليالي الكويت. يمكن بعض الأسئلة لما تكون مع المسؤولين في الدولة اللي موجودين معنا تثرونها بمشاركاتكم، وإحنا هذا اللي نبي اليوم، نبي الجمهور يشاركنا في كل أسئلتهم، المشاكل اللي تصير معاكم في التطبيقات المختلفة. يعني بعد أزمة كورونا يمكن ليلى شفنا تطبيق سهل، تطبيق هويتي، غيرها من هذه التطبيقات. نبي منكم لما تروحون تراجعون يعني الدوائر الحكوميه المختلفه، ايش كثر تشوفون ان فعلا قل يعني تواجدكم في هذه الاماكن؟ اليوم قاعد تستخدمون التطبيقات اللي موجوده عن طريق وسائل التواصل المختلفه، توفر عليكم عناء التواجد هناك وايضا تختصر الوقت عليكم. فعلا عندنا نفس ما تفضلت، بنعرف هل هذه التطبيقات الحكوميه ساهمت في انها تقلل من المشاكل اللي تواجهونها، ولا هل لا زال ان المواطن لابد انه يروح ومراجعات؟ الى اي مدى قلت الدوره المستنديه من خلال هذه التطبيقات؟ واكيد في مشاكل معينه تواجهكم من خلال هذه التطبيقات، يعني دفع رسوم مثلا لجهات معينه، او احنا اليوم يعني بالحلقه راح نتكلم عن المعلومات المدنيه، عندهم اكثر ترى من 150 خدمه مختلفه داخل تطبيق سهل. فاذا صادفتكم اي مشكله نبي اليوم تشاركونا، اذا عندكم بالعكس ثناء على هذه الخدمات أيضا هم شاركونا من خلال هاشتاج ليالي الكويت في التويتر. نعم، بانتظار اشتراككم ومقترحاتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. خلكم معنا. في ليالي الكويت مساعد العسعوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، البروفيسور خالد البقاعين رئيس مؤتمر تعليم البحوث والأمن السيبراني، المهندسة ليال المنصوري مدير إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، السيد بيتر بومان سكرتير أول في السفارة البريطانية في الكويت، الدكتور عبد الله زيدان نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة، المصور عمر السيد عمر عضو مجلس إدارة فريق عدسة البيئة. يحظى بتقدير واحترام كبير لدى جميع الأوساط الدبلوماسية، كان وما زال حريص على الدفاع عن مصالح بلاده، نجح في نسج علاقات شخصية متينة مع صناع القرار والبرلمانيين في الدول التي مثل دولة الكويت لديها، له أدوار إيجابية كبيرة في العديد من الأحداث في المنطقة. سعادة السفير الشيخ عزام مبارك الصباح ضيفنا باكر في ليالي الكويت. حياكم الله مرة ثانية، رجعنا نتواصل معاكم وعندنا في بداية هذه الحلقة اتصال هاتفي من مصر الحبيبة لشخصية كويتية موسيقية حابينها أكيد احنا بالكويت، وأيضا احنا فخورين بأنها تكرم اليوم في دار الأوبرا المصرية في مهرجان الموسيقى العربي في دورتها 31. يسعدنا يكون معانا من خلال هذا الاتصال المرئي الدكتور يعقوب الخبيزي، مساك الله بالخير وحياك الله دكتور. مساكم الله بالنور، مشكورين على هالكلام الطيب الجميل
بهذا المثل صراحة يا ثلاث بدري. اي والله مساك الله بالخير ونبارك لك وتستاهل دكتور يعقوب. الله يبارك بعمرك، مشكور على الكلام. الله يسلمك. بعد يعني هذه المسيرة وهذا العطاء من الإبداعات الموسيقية أكيد بتقدير هذه الجهود يعني لك الكثير دكتور. والله يعني الحقيقة يعني أنا تفاجأت بهالتكريم، وبعدين أنا ما أدري إن أوسكار كان يعني تفاجأت إن بأوسكار، وإن يعني على كلام طبعا الصحفيين من مصر إنه يعني أول كويتي فنان يكرم طبعاً بالفن الموسيقي يعني. طبعاً هذا وسام، فخر وسام على الصدر أكيد من أم الدنيا مصر صراحة. يعني أنا عندي مصر يعني بالذات الفن شيء كبير عندي. أي والله تستاهل. يعني مصر تاريخ وحضارة ويعني خامة صراحة كبيرة. نعم، خلينا نتكلم شوي على تفاصيل هذا التكريم. لما يالك الاتصال شلون استقبلته؟ شنو هي يعني تفاصيل اللي دارت حول هذا المهرجان خاصه يعني في هذه الدوره؟ والله كلموني طبعا اداره المهرجان القائمين، طبعا اشكرهم الشكر الجزيل طبعا للاختيار. بنفس الوقت طبعا اللجنه، لما شفت اللجنه اللي اختارت يعني اختارتني يعني انا من ضمن المكرمين صراحة، اللجنة كلهم يعني ما شاء الله يعني فطاح الكبار يخرعون يعني. حتى يعني أيام امتحاناتي وكنت أقول يعني في دكاترة قلت بس لا يون صوبي، لأن يعني وايد الامتياز ما تأخذ من عندهم يعني، عرفت. بس الحمد لله رب العالمين، يعني وايد يعني فخور بأن هذه اللجنة اختارتني أنا، يعني صراحة شيء جميل والله العظيم جميل. يعني ناس فطاح فنانين كبار لهم قيمتهم صراحة، يعني وايد أثلج صدري صراحة. وبنفس الوقت يعني مصر يعني تاريخ وتكرم موسيقي أوسكار، يعني صراحة شرف وفخر. والله أنا فخور أني أنا كويتي وأني أكرم عندهم صراحة بدار الأوبرا صراحة. يعني والكويت فخورة فيك وبإنجازك أكيد دكتور. أنت هداء أصلاً، هداء حق الكويت، هداء أصلاً من كل قلبي، لأن هي اللي درستني، هي اللي قامت فيني، هي اللي يعني بصراحة أنا فخور بهالشيء، والله فخور. أنا أقول لك شيء يعني الحقيقة هذه الجاية بعد فتحت وايد أشياء، وايد ناس شفتها يعني كانت معاي يعني ممتحنين، ناس يعني كنت عايش معاهم قاعد معاهم، لقيتهم قدامي واقفين جايين حاضرين لي بدار الأوبرا. ناس جايين من الكويت تخيلي، والله العظيم تفاجأت إنه يعني شكراً يعني للناس هذه اللي تقدر الفن وتحترم الفن، والله إنه يعني حطهم على راسي. يسلم راسك على كل شيء. دكتور تستاهل يعني العنوة ورفعك لإسم الكويت شيء يشرفك ويشرفنا ويشرف الكويت، وعساك على القوة وإن شاء الله دائماً في أعلى المصاف إن شاء الله بإذن الله. الله يسلمك ان شاء الله. يعطيك العافيه وان شاء الله تنورنا بالكويت، ترجع بالسلامه، وايضا في استوديو ليالي الكويت ان شاء الله معنا في حلقه ان شاء الله. طبعا انا بس ودي اقول شغله. تفضل. يعني تدري احنا الفنانين وايد حساسين، عرفت. أكيد. الله يسلمك. انا بس الشكر طبعا حق معالي الوزير طبعا عبد الرحمن المطيري على اهتمامه للفن والفنانين. والله العظيم طلعت من مقابلته حسيت اني مولود جديد. الله يعني والله العظيم عطانا بوش، يعني بوش قوي يعني. يعني تعرف الفن الفنان شنو يبي؟ ما يبي شيء، ترى الكلمة الحلوة بس. صح. والروح إنه معنويات، لأن فنان يبي يبدع يبي يبدع. لكن أنا مقابلتي مع الوزير، مع الوزير صراحة للشكر والتقدير وال يعني والعرفان على اللي سواه معاي ومع الفنانين بالقادم. ان شاء الله تستاهل. يعني انا ان شاء الله يعني في حركه فنيه جايه بالطريق ان شاء الله، ان شاء الله راح تكون مبشره للجمهور الكويتي باذن الله. الشكر موصول لك دكتور يعقوب، ويعطيكم العافيه وعساكم على القوه. عبد الله ان شاء الله نرجع حق باجي فقرات ليالي الكويت بعد هالفاصل. خليكم معنا. جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن خدمات الهيئة الجديدة عبر تطبيق سهل.
شروط وإجراءات تغيير العنوان، وقف استقبال المراجعين عن بعض الخدمات المتوفرة في التطبيق الحكومي سهل. أسئلتكم واستفساراتكم نستقبلها على هاشتاغ ليالي الكويت مع مدير العام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي. الحين في ليالي الكويت. معنا الحين مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبد الله مساعد العسعوسي. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك، الله يسلمك. باستاذ مساعد، ما شاء الله الآن تقدمون الكثير من خدمات عبر تطبيق سهل، ومؤخرا أطلقتوا خدمات جديدة. نعم. شنو هي الخدمات الجديدة اللي انضافت الخدمات الجديدة اللي أعلن عنها مؤخرا؟ نعم. خدمة تغيير عنوان للفرد الكويتي، وكذلك إصدار شهادات من يهم الأمر إن كان لجهات أو أفراد. فإذا بنتكلم على يعني معاملة تغيير العنوان، طبعا بالنسبة لنا كخدمة نقلة نوعية ويعني ملامسة حق احتياجات المواطن الكويتي. طبعا تم إطلاقها بطريقة أنها هي بنفس الشروط ونفس الضوابط الموجودة والمتبعة في المراجعة الشخصية، من حيث السقف، من حيث ضوابط اللي احنا حاطينها ان الشخص ما يرجع عنوانه الا عقب سنه، عشان يعني نعطي موضوع الانتقال يعني هيبه وقوه. كذلك من خلال الخدمه لا يسمح بنقل العنوان من ملك الى ايجار او ايا كان هذا السكن، الا ان يثبت ان هذا الملك او هذا السكن لا يصلح للسكن من خلال ترخيص بناء أو ترخيص هدم من خلال بلدية الكويت. يعني لازم يثبت المعلومات المدنية أن هذا السكن غير قابل أنه هو يعني يبقى فيه، وإلا الأصل أنه هو لا ينتقل من هذا الملك إلا إلى ملك آخر ممكن أنه ينتقل له. فهذه يعني بالنسبة حق تغيير العنوان هذه الضوابط الموجودة. هذه الخدمة الأولى، وهناك خدمة ثانية حضرتك تفضلت. شهادة من يهم الأمر، إحنا تقريبا نصدر سنويا 100,000 شهادة للمراجعين. فحقيقة من يعني من أول يومين ثلاثة لمسنا يعني الفرق لما أطلقناها من ناحية المراجعين ومن ناحية حجم الاستخدام، مع ان احنا ما صارنا يعني اقل من اسبوع، فلاقت استحسان كبير اللي هي شهاده من يهم الامر. يستخدمها الكثير من المواطنين في او مراجعين بشكل عام، يعني اللي تقديمها لدى البنوك او القطاع الخاص او الجهات الحكوميه، وكذلك بالنسبه حق الجهات اللي يصدرونها لتراخيص التجاريه والتعاملات يعني التجاريه مع الجهات الاخرى. فيعني الخدمتين هذيلا كان لهم صدى كبير الحمد لله. هذا الأجدد الخدمات الجديدة يمكن اللي صار الحين عليها التغيير. لكن أستاذ مساعد، إحنا نبيك من خلال هذه الحلقة يعني تتحمل الأسئلة اللي راح تجي. إحنا قلنا للمشاهدين أي سؤال خاص بالمعلومات المدنية راح نستقبله على هاشتاغ للكويت، وعارفين عنك رحابة الصدر أكيد. لكن يعني مع وجود بعض هذه الخدمات الجديدة، أكيد في خدمات قلتوا إننا بنوقف المراجعين من مراجعتهم للمركز نفسه. نعم. أو للهيئة. نعم. شنو هذه الخدمات؟ هم 14 خدمة، احنا اخترنا الخدمات اللي هي يعني يكون يعني لمسنا من خلال تجربتنا الأيام اللي طافت أو الفترة اللي سابقة. يعني الآن تطبيق سهل صار له يعني سنة وشوي، تم أطلقناه في 15/9. فاخترنا 14 خدمة، احنا عندنا تقريبا 20 خدمة في تطبيق سهل، اللي هي فعلا نقدر نقول أن المراجع ما يحتاج أن يراجعنا فيها. المراجعين قاعد يستخدمونها الكترونيا، بس احنا قاعد ندفع بهذا الاتجاه، لان يعني احنا لمسنا في اثناء الكورونا ان المجتمع الكويتي كله قاعد يستخدم يعني الخدمات اللي اطلقتها الحكومه. يعني جربناها في هويتي، في تراخيص
تصاريح الخروج وغيرها يعني. صحيح. فما كان في أحد يقدر يقول أنا ما أقدر أو لا ما أعرف. اللي ما يعرف في أحد يساعده. حضر شامل كان يعني. صحيح. صحيح. فالآن من بعد لما يعني ردت الأمور طبيعتها صح ال يعني دفعة إيجابية كبيرة صارت في المجتمع، الناس راح تتوجه، لكن لا زال في شريحة تحرص على المراجعة بالرغم من الخدمة أنه ممكن يجلسها بسهولة أسهل له وأسهل لنا وأفضل. فاخترنا بعض الخدمات هذه اللي احنا نعتقد أنه ممكن أن تنجز بسهولة من خلال سهل. نعم، راح أرجع أسألك السؤال، لكن ودي أذكر المشاهدين عبد الله اللي عنده مقترح أو عنده استفسار سيد مساعد العسعوسي معنا، ممكن أنكم تشاركونا بمقترحاتكم أو شكاويكم أو أسئلتكم على هاشتاغ ليالي الكويت. الآن نفس ما تفضلت أستاذ مساعد، المستفيدين كثار من 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 هذا من هذا التطبيق، من تطبيق سهل، ومثل ما احنا عارفين أنتم عندكم بالهيئة إحصائية عن عدد المستفيدين. نعم. من هذا التطبيق سواء في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو للحكومة. نعم. بشكل. نعم. عام. كون احنا المطورين والقائمين على تطبيق سهل منذ إطلاقه، فعدد المستخدمين الآن في تطبيق سهل وصل 837 ألف مستخدم، قاعد ينجزون تقريبا 4 ملايين، أو أنجزوا من إطلاق الآن سنة وشوية 4 ملايين وتقريبا 500 ألف خدمة تم يعني إنجازها من خلال التطبيق. وعدد الخدمات اللي قدمت من خلال الجهات المختلفة تقريبا 256 خدمة، وهي بتزايد. يعني احنا أمس أطلقنا كذلك خدمة حق وزارة العدل، في خدمات راح تنزل حق نزاهة. فالجهات الحكومية حقيقة يعني نفسها إيجابي جدا في التسابق حقيقة في طرح الخدمات الموجودة من خلال تطبيق سهل. نعم. في خدمات يعني تحسون أن المواطن أو المقيم قاعد يقبل عليها بشكل أكبر من غيرها خاصة بالمعلومات المدنية؟ معلومات مدنية أكثر خدمة قاعد يتم الإقبال عليها، هي تجديد البطاقة بشكل مدنية. هذه يعني أكثر خدمة. طبعا إحنا قاعد نصدر يوميا مو أقل من 10,000 بطاقة باليوم يعني، وأغلبها قاعد يتم تجديدها من خلال الخدمات الإلكترونية. لكن إحنا عندنا إحصائية كذلك لأعلى الخدمات الحكومية بشكل عام من جهات المستخدمة من خلال تطبيق سهل. أولها حقيقة شاد منهم الأمر لدوائر خدمة مدنية، وبعدين تجديد البطاقة، وبعدين في خدمتين من وزارة الداخلية أنا ممكن يعني أذكرهم، اللي هي نتيجة من وزارة الصحة نتيجة فحص الطبي اللي المقيم، وفي متابعة قضايا الجنح وكشف بالقضايا المرفوعة ضد الشخص. هذه أكثر خمس خدمات عليها إقبال في تطبيق سهل. نعم. الآن بالنسبة للتطبيق سهل نفس ما تفضلت، ربما سهل الأمور على كثير من المراجعين، لكن لا زالوا بعض المراجعين يحاولون الاتصال بالهيئة العامة للمعلومات المدنية عن طريق رقم الاتصال أو على البدالة اللي هو 1-888-99-88، لكن يعني أغلب الوقت يصادفهم عدم الرد. نعم والله يعني كنت أتمنى أستلم الشكوى هذه قبل الله عشان أجيب لك إحصائيات يعني، بس قنوات التواصل متعددة يعني. هل أنت سمعت عن أحد شاكي لك عن هالموضوع من قبل؟ للأمانة يعني ما عندي شكوى مباشرة للموضوع هذا يعني، لكن أصبح قنوات التواصل مع الهيئة متعددة يعني. إحنا الآن خدماتنا الإلكترونية فيها تواصل، خدمات التطبيق سهل أنت تقدر تروح حق الخدمة المحددة وتقول هذه ما قاعد تنجز أو بطاقتي ما قاعد استلمها. لكن انا يسعدني حقيقه اي شكوى يعني توصلني في هذا الموضوع راح ناخذ فيها اجراء طبعا. نعم استاذ مساعد، ماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لربما استخدام تطبيق سهل ما يكون سهل بالنسبه لهم، او بعض كبار السن مثلا. نعم. طبعا ذوي الاعاقه لهم قسم خاص ويعني يعتني فيهم في هذا بشكل بغض النظر، فيتم استقبالهم دائما. طبعا هذا شيء مؤكد يعني. ممتاز. يعني احنا وحتى يعني اللي ما يستطيع ان يستخدم الخدمه يعني، لكن هو المشكله في شريحه يعني هي تستطيع لكنها تحب انها تاتي، واحنا قاعد نحاول نثقف المجتمع انه هو لا انت تقدر تنجزها. صحيح. وهذا اللي مسناه احنا حقيقه بشكل واقع يعني. قبل كورونا احنا كنا نتردد في طرح الـ يعني خلينا نقول ما نتفائل كثير في حجم الاستقبال، لكن من بعد كورونا لا احنا
يعني متفائلين جدا. نعم، واحنا ايضا يعني متفائلين بوجود هذه التطبيقات المختلفه. ايضا الحين راح نستقبل يعني من خلال الهاشتاج لآل الكويت هذا السؤال اللي راح نشوفه معاكم على الشاشه. السلام عليكم، انا كان عندي مؤجر وطلع وليه الحين مسجل عندي بالبيت، شلون اشيله من العنوان؟ هذه يمكن المشكلة وايد من الناس اللي تأجر بيوتها وعندها مثلا نظام شقق يعانون من هالمشكلة. هو الشرط بالقاطن لازم يراجع الهيئة ويعني يقدم طلب وشرط يبصم ان هذا الشخص فعلا غير ساكن، لان هم لها جوانب اخرى انه ممكن يكون في خلاف بيني وبينك وانا راح اشطب عنوانك وانت حقيقة ساكن. فتحتاج وجوده داخل الهيئة. احنا يحضر وأكد عشان لو الطرف الآخر يشتكى فممكن أن احنا نتخذ إجراء اتجاه المبلغ اتجاه المالك باعتبار أنه هو بلغ عن معلومات غير صحيحة للمعلومات المدنية، وهذه لها عقوبة منصوص عليها في قانون المعلومات المدنية. لكن هذه المعلومة جدا مهمة، أنت لما يعني يطلع منك المؤجر من بيتك ضروري تأتي الهيئة وتشطب الشخص هذا. كذلك لما تشتري بيت، لما تشتري بيت جديد انت ما تدري منه اللي كان ساكن يعني قبلك عند المالك السابق، صحيح، فتتفاجئ بعد سنوات تقول حاطين الناس على بيتي، لا لانك انت ما يتبلغت واحنا ما ندري عنك انك انت شريت بيت. فالمفروض انك تراجع الهيئه وتقول انا المالك الجديد وارغب بشطب السابقين كلهم، لان احنا ما نشطب يعني القاطنين بدون يعني اجراء من المالك، لان ممكن يكون الشخص هذا شرى البيت بمؤجرين اصلا ويبيهم موجودين يعني. نعم، قبل شوي زميلتي ليلى تكلمت على الشكاوي، اذا كان في يعني شكاوي حضرتك تفضلت بان التواصل معاكم مع اكثر من جهه، شلون تستقبلون يعني بعض الملاحظات او الشكاوي من الناس؟ احنا مثل ما يعني قلت لك ان كان هو يعني مراجع شخصيا ولقى ما لا يسره عنده مكتب اللي هو مكتب خدمه الباطن، وهذا المكتب يعني يتبع مباشره المدير العام، كتاب يصل مباشرة للمدير العام إذا كان هو مراجع ويعني بلغ شكوى مباشرة للمدير العام للشؤون القانونية أيا كانت هذه الشكوى يتخذ فيها إجراء. إذا كان من خلال خدمات إلكترونية مثل ما قلت لك في إحنا طرحنا خدمة لمعالي الوزراء ليتواصل معنا، طورناها وطرحناها، فالشخص يقدر يشتكي على أكبر مسؤول في الجهات الحكومية أيا كان، ويقدر يقترح وتوصل يعني اقتراحها او شكوى او ملاحظتها للوزير المختص ويتم متابعتها كل وزير بجهات التابعه له من خلال تطبيق سهل. كذلك في اللي هي الاستحسان للخدمه، وهذه كذلك قاعد تتابع من قبل جهاز متابعه الاداء، قاعد يعني نعطي الصلاحيه لتصنيف هذه خلينا نقول اراء المستخدمين التطبيق. وكذلك على مستوى كل خدمة أنت تقدر تعلق عليها وتبين استحسانك لها من عندنا. نعم، لكن الآن هناك نفس ما تفضلت بالنسبة لخدمة تواصل معنا، أنا شخصيا جربت هذه الخدمة وحاولت، كان في مشكلة بالأبلود بالتطبيق، حاولت أني أضغط وأني أروح عبر اللينك على هذه الخدمة لكن ما كان قاعد يحمل معي، ما كان في، شيكت الإنترنت، شيكت أكثر من شغلة، لربما بعض المواطنين يواجهون نفس المشكلة. صحيح التطبيق يسهل علينا لكن لربما بسبب التحديثات وغيره ما يصير وقت الأبلود صحيح، فهل وصلكم شكوى من هالنوع وشلون ممكن أنكم تعملون على تطوير هذا الموضوع؟ موضوع جدا بسيط، إحنا لو يعني فنيا تطبيق سهل احنا قاعد نكتبه من خلال مبرمجينا بالهيئه يعني، فبسهوله اي مشكله تصلنا فنيا نتعامل معاها، فبالتالي يعني لو وصلت المشكله نقدر نتعاملها. بس من ناحيه الاحصائيات الارقام جدا عاليه صراحه بالنسبه حق الشكاوي اللي وصلت لي او الاقتراحات اللي وصلت لي للمكاتب يعني. للامانه يعني انا انسان ايتي، لما حد يقول عن مشكله اذا ما لمستها ومسكتها ما راح اقدر اعرف رد صراحه. صحيح. لكن الارقام الاحصائيات تقول انه في اقبال كبير وفي تجاوب كبير للخدمه. الان من بعد تغيير التشكيل الوزاري كذلك راح يعني يعاد ترتيب الموضوع هذا من حيث الايميلات، من حيث المكاتب الوزراء المعنيين، لأن توزيع الحقائب يتغير، يعني تبعية الجهات للوزارات تتغير، فبالتالي هذا كله ترتيب
قاعد يصير عندنا بالهيئة، بحيث أنه لما تشتكي على الموضوع الفلاني أو الجهة الفلانية نعرف أن نروح حق أي مكتب وزير مختص. ذكرت كذلك أستاذ مساعد الخدمات الإلكترونية، معانا سؤال من على تويتر من عبد الرحمن القصبة، إذا نشوف يعطينا إياه المخرج. يسأل يقول أن التحول الرقمي هو مفتاح التطور والسرعة والإنجاز الفعلي، خصوصا في موضوع المعاملات، حيث يسهل على المواطن والمقيم من إنجاز معاملته بأسرع وقت وبأقل جهد. هل توجد معاملات جديدة إلكترونيا غير المعاملات أو الخدمات اللي أطلقت؟ مثل ما قلت أنا، هذا موضوع يعني تطبيق سهل كان حي. نعم. يعني هو مو متطور. يعني. متطور. صحيح. في إعداد خدماته والجهات الحكومية الآن بدأت تحط خدمات حصرياً على سهل. صحيح. يعني بالبدايات كانت تحط على مواقعها أو تطبيقاتها. نعم. تجربها بعدين تروح سهل. الآن خلاص، الآن يعني طورنا تطبيق سهل بحيث إنه صار إضافة الخدمة أسهل له من إنه يطورها في موقعه. فاحنا شغالين باكثر من اتجاه في سهل، ان احنا نطور نفس التطبيق ونزيد قدرتها، نزيد قدره الجهات على اضافه خدمات مركبه ومعقده، وكذلك ان احنا نضيف الخدمات اللي الطواقم الفنيه المتميزه حقيقه في كل الجهات الحكوميه المشاركه في التطبيق، يعني نمسيهم ونقدم لهم التحيه صراحه على جهودهم، انهم اللي قاعد في كل في مطبخه وكل في جهته. صحيح. يواجه تحدياته في تطوير الخدمه ويضيفها في تطبيق سهل. نعم، اكيد احنا نتامل يعني المزيد من هذه التطبيقات الحكوميه. وراح نطلع الحين ويا المشاهدين المتابعين الجمهور نشوف استطلاع يتكلم عن التطبيقات الحكوميه واستخدامها. خلينا نشوف معاكم. كل شيء صار إلكتروني وسهل. تتزايد عجلة تحول المعاملات الورقية إلى الإلكترونية بسرعة واضحة في بعض الجهات وبطيئة في البعض الآخر، ومطالبات من الناس بتوحيد البيانات في كافة الجهات عشان ننتهي من عملية المراجعات وتصير المعاملة سهلة وبسيطة على الجميع في كافة الجهات. التحول الإلكتروني مطلوب، يعني إحنا كل دول العالم متطورة الحين تستخدم التحول الإلكتروني، فمفيد، أكيد شيء مفيد طبعا. والله البرنامج جدا جدا ممتاز الأمانة، قاعد يوفر علينا من الوقت ومن الطريق من أشياء وايد أنا استفدت منه دول الحين. والله العظيم يعني شيكت عليه البطاقة المدنية عندي شغالة تو الحين، ولا الحمد لله يعني امورها خالصه، بدال لا اروح اتعنى ويمكن خالصه او مو خالصه، فالبرنامج جدا ممتاز الحمد لله. يعني هذه بدايه بس، يعني ان شاء الله كل شيء يصير عن طريق اونلاين، يعني يريح المجتمع وريحنا من المراجعات والزحمه هذه. إذن رجعنا معاكم وشفنا عبد الله آراء الناس والمشاهدين باستخدام تطبيق سهل. كذلك بأستاذ مساعد، لربما تطبيق سهل ساعد ناس أنها تعرف معلومات ما كانت عارفتها من قبل، يعني في إنسانة ذاكرة أن أنا من دشيت تطبيق سهل وحاولت أجدد معلومات اكتشفت أن في ناس مسجلين على البيت اللي هي فيه وقدرت تطالب بحقها عن طريق هذا الموضوع. وفعلا احنا اطلقنا خدمه بيانات القاطنين. نعم. وهذه الخدمه احنا اطلقناها بالموقع الالكتروني من قبل تقريبا سنتين يعني، بس لما صار في تطبيق سهل حولناها على تطبيق سهل، وكان لها كذلك يعني صدى واستخدام كبير، وفعلا بسهوله يقدر واحد يشوف القاطنين اللي عنده. وهني يعني ناكد على المعلومه اللي قلتها مساء، انك انت لما تشتري بيت تتاكد، لما يكون في ورثه تتاكد ان اخوك ولا اختك ما ضاف شخص على هذا البيت، وهكذا. يعني الحلو كذلك في سهل هو البيانات. لما تقول ان الواحد اكتشف في سهل انه هو وراه شيء هو ما يدري فيه، مخالفات انت ما تدري عنها، سياره باسمك انت المفروض حولتها وطلعت ما تحولت، بيت بعته والكهرباء لا زالت عليك، هذا وايد صارت في ناس، يعني ان الشخص ما حول الكهرباء لا زال العداد عليك، وايد امور انت قاعد تكتشف ملفك لدى الجهات من خلال خدمة البيانات، لأن احنا قاعد نركز على الخدمات، لكن في باب آخر اللي هو البيانات، شنو بياناتك لدى الجهات هذه؟ هذه أنت لما تشوفها تعرف شنو الأحكام اللي عليك، شنو القضايا اللي عليك، عليك منع سفر،
يعني اي شيء موجود لدى الجهات الحكوميه قاعد يظهر من خلال البيانات. نعم استاذ مساعد، يمكن يعني دام احنا قاعد نتكلم عن التطبيقات الحكوميه، ابي اتكلم شوي عن تطبيق هويتي. في بدايه ازمه كورونا وبعد ما طلع لنا هذا التطبيق، شفنا فيه حماس بتطبيق هذا التطبيق من خلال يعني الدوائر الحكوميه المختلفه يطلبون منك ابراز هويتي. بعدها انا يعني حسيت انه لا، غدينا شوي وصار في إهمال لهذا الجانب ويطلبون البطاقة المدنية الأصلية، أو يقول لك روح اطبع لي البطاقة المدنية ويجيب لي إياها. ليش صار ويانا هذا الموضوع؟ هو طبعا هذا الموضوع مخالف ل يعني قرار مجلس وزراء اللي صدر 3 مرات حقيقة. أول ما أصدرنا تطبيق هويتي في 2020 أثناء أزمة كورونا، صدر قرار مجلس وزراء بالتعميم على الجهات الحكومية بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة من هويتي. فطبعا بوقت الكورونا اصلا الهيئه ما تصدر بطاقات، فالجهات الحكوميه والقطاع الخاص وحتى الدول الخارجيه معتمده على هويتي لاثبات الهويه. بس بعدين لما تعافينا وردينا مره ثانيه وصدرنا البطاقات، صارت البطاقات متوفره. فبعض الجهات وبعض القطاع يعني جهات القطاع الخاص بدات ترجع للموضوع هذا. فلحد الان صدر 3 تعاميم، والان يعني اللي قاعد المسه ان الجهات الحكوميه يعني انا قاعد احس فيها التزام. يعني يمكن القطاع الخاص بعضهم يمكن، لكن البنوك الصرافين والجهات شركات الاتصال كلها متعاونه في الموضوع. الان احنا وصلنا يعني انا شفت الاحصائيه 1,981,000 مستخدم لتطبيق هويتي. وانتشاره واسع جدا، معتد فيه في كل دول العالم، كل مطاراتها، واصبح في يعني كل بيانات اللي تخصك من 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 بيانات البطاقه المدنيه، وكذلك بالنسبه حق المستندات وثائق الجهات الحكوميه. نعم استاذ مساعد العسعوسي، قبل لا نختم اللقاء في سؤال لابد اني اسالك اياه وما اقدر ما اسالك اياه، خصوصا ان احنا متعودين منك رحابه الصدر، وربما شويه ودنا تكون هناك شفافيه اكثر. انت كمسؤول في الدوله كمدير لاداره الهيئه العامه للخدمه المدنيه تعرضت للنقد، والكثير من المسؤولين في الجهات الحكوميه يتعرضون للنقد، لربما بعض خصوصا الان نفس ما تفضلت هناك تحديث وتغيير جديد لهذه الواجهة الحكومية. هذا النقد الذي يوجه للمسؤولين سواء حضرتك أو غيرك، بعضه ربما يكون مستحق، بعضه ربما يكون موجه، كيف تتعامل أو ما هي الكلمة التي توجهها للمواطنين وللمسؤولين الحاليين والقادمين كذلك؟ نعم. سؤال جميل. حقيقة الله يرحمه أبوي كان يقول لا تكون رأسا فإن الرأس كثير الأذى. فعلا أنت كمسؤول لازم يكون صدرك وسيع، ولازم تتحمل ويعني تتلقى النقد بصدر رحب. اللي يزعجك مو النقد اللي هو مبني على حقائق، اللي مبني على حقيقة تشوفه ما يتحول إلى فيديو، لأنه هو من سير فيديو وفلاشات أصبح هو يكذب نفسه. النقد الحقيقي هو عبارة عن وثائق تصدر توجه فيها المسؤول وبشكل موازي إلى الجهات الرقابية والقضائية وغيرها. هذا يسعدنا. إحنا اللي يضايقنا كمسؤولين، أتكلم عني أنا وعن الآخرين، هي اللي الآن بالسوشيال ميديا أن واحد يقول كلمة ويتلقفها الآخر ويزيد عليها. البينة على من ادعى. أنت عندك يعني ادعاء تيجي تقول والله أنا بيتي حاطين فيه مثل يعني فايل شغالك 480 مثلا، صحيح موجود في موقع الهيئة، يعني مو أنا ما محتاج أفتش، موجود موقع الهيئة تشوف أنه هو من سنة 90 كل منطقة بالكويت كل جزيرة وكل فيها التعداد. فأي معلومة يعني لا تلقف معلومة من أحد، إذا كانت تخصك أنت يعني حطها بوثائق. غير كذي أنا أعتبره كلام يعني مو في محله، ولازم نوسع صدرنا، ما نقدر نرد على كل كلمة تنقال، لأن فعلا تأخذ من جهدك، تأخذ من 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 عطائك. فعشان كذي بالذات اللي شغالين في مجال الاي تي بي يعني ذهن صافي، فعشان كذي احنا نركز في إنتاجنا، نركز في عطائنا. صح.
اكثر يعني. احنا نحط يعني ايدنا بيدك ونشكرك على كلامك، وايضا يعني اهم دورنا احنا في الاعلام ان نسلط الضوء على الرد على هذه الاشاعات. يمكن حضرتك تقول ما نقدر نرد على هذه الكميه، احنا نبي نرد اليوم من خلال الاعلام، من خلال وجود حضرتك وغيرك من يعني زملائك المسؤولين في الدوله. فنشكرك على رحابة صدق مره ثانيه. انا ودي اختم عندي بكلمه. اول شيء بالنسبه حق الرد، احنا نرد يعني احنا اثناء ال 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 الانتخابات اللي قال ناس قاعدة على المحول طلعنا احصائيات صح. وطبعا اللي اي واحد يعني هذه محصائيات صادره اكسل شيت او يعني لا برنامج انكتب، واللي بيتشيك خليه يتشيك بالهيئه راح يشوف. اراضي فاضيه قالوا كذلك احصائيات طلعت، يعني اي معلومه تنقال احنا قاعد نطلعها من خلال مبرمج يكتب، عشان شيء ما رد بسرعه لان في مبرمج يكتب، هو مو شكل. فاحنا نرد على اي كلمه بالحقائق، لكن احنا اللي ما رد عليه هو الشغله اللي قاعد اقول لك عنها اللي فيها مونتاج واكشن. انا حقيقه ودي اختم بكلمه يعني اذا سمحتوا لي. تفضل. انا اوجه شكر حقيقه يعني الانجازات اللي قاعد تطلع من الهيئه هي نتاجها يعني تعاون اكيد. اول شيء من داخل الهيئه خلف الكواليس يعني بنات وشباب يعني انا اعتز فيهم وهم الاساس في هذا الانجاز، ففخور فيهم اوجه لهم تحيه. تطبيق سهل هو نتاج لجهد الهيئه وجهد الجهات الحكوميه هذه كلها، كل في مطبخها قاعد يعني يطور خدماته. اوجه لهم كل التحيه والتقدير لاني انا قاعد اشتغل معاهم ما شاء الله عليهم على مدار الساعه. بس انا اشكركم والشكر والتحيه موصولين لك، وشكرا لك على رحابه صدرك، وعسى الله يوفقك ويسدد خطاك ويسدد كل من يسعى لمصلحه هذا البلد. شكرا لك. عبد الله نطلع فاصل ونرجع حق مشاهدينا، خليكم معنا بعد هالفاصل. هالطارات اللي موجودة قدامي هذا دليل على أساس أن هناك تطوير. اللاين الأوروبي هو أوت كوتشور، العروس تقدر تلبسه حق اليلوة وتقدر تستفيد مرة ثانية حق أي سهرة تنعزم عليها. الأستاذة ريم بهبهاني. الأربعاء في ليالي الكويت. أول وثيقة تذكر اسم القرين وصفاً للكويت وردت في وثيقة نهايات القرن 18 الميلادي. كانت هذه اسم الكويت في السابق القرين والكويت؟ كانت الكويت هي تصغير لكلمة الكوت. الكويت كانت جاذبة اقتصادية، الميناء كانت مهيئة لوصول السفن، هنا أصبحت الكويت مقصد لكثير من التجار. باكر في ليالي الكويت. يحظى بتقدير واحترام كبير لدى جميع الأوساط الدبلوماسية، كان وما زال حريص على الدفاع عن مصالح بلاده. نجح في نسج علاقات شخصية متينة مع صناع القرار والبرلمانيين في الدول التي مثل دولة الكويت لديها. له أدوار إيجابية كبيرة في العديد من الأحداث في المنطقة. سعادة السفير الشيخ عزام مبارك الصباح ضيفنا باكر في ليالي الكويت. فكرة مؤتمر تعليم البحوث والأمن السيبراني في دورته الرابعة. الجهات المشاركة، أهم محاور المؤتمر وأهدافه، ما هو مقياس نجاح مؤتمرات الأمن السيبراني؟ مع البروفيسور خالد البقاعين رئيس مؤتمر تعليم البحوث والأمن السيبراني، المهندسة ليالي المنصوري مديرة إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، السيد بيتر بومان سكرتير أول في السفارة البريطانية في الكويت. الحين في ليالي الكويت. إذا نكمل فقرات برنامج الكويت ونرحب بضيوفنا، معنا المهندسة ليالي المنصوري والبروفيسور خالد البقاعين والسيد بيتر بومان. يا هلا ومرحبا فيكم.
حياك الله. حياكم الله. بالبداية بروفيسور خالد، نتكلم على مؤتمر تعليم البحوث والأمن السيبراني في دورته الرابعة. خلينا نتكلم على أول دورة لهذه الفكرة، شلون طلعت لإقامة مثل هذا المؤتمر السنوي؟ حقيقة المؤتمر هو نتيجة لجهد مشترك من مجموعة من الجهات، ولكن الفكرة الأولى بدأت خلال زيارة الوفد من السفارة البريطانية لمكتبنا في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وكان في تباحث حول طرق نستطيع فيها دعم جهود الكويت خصوصا في هذا الموضوع الهام جدا الأمن السيبراني. فقمت بطرح الفكرة أن نقوم بعمل مؤتمر شبيه للمؤتمرات اللي كنا نعملها في بريطانيا السابق، وتم ترحيب في هذه الفكرة. وكنا متفقين على أنه للفكرة حتى تنجح يجب أن نجد شركاء في الكويت يساعدونا في هذا الجهد. فقمنا بالتواصل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجهة حكومية رائدة ومختصة في هذا الموضوع. كذلك قمنا بالتواصل مع جامعة الكويت حتى تكون رافد لهذا المشروع، وكانوا مرحبين جدا بهذه الفكرة. فخلال فترة بسيطة تشكلت الفكرة، وبعام 2019 قمنا بعقد المؤتمر الأول في مبنى الكلية، وكان ناجح جدا، ولذلك استمرت الفكرة واحدة الآن في المؤتمر الرابع حقيقة. نعم، خصوصا في عصر التطور، عصر الأمن السيبراني. فعلا جئت على ذكر بريطانيا، بريطانيا ربما لها دور مهم، ولذلك سؤالي للسيد بيتر، ما دور السفارة البريطانية كشريك، السفارة البريطانية في الكويت في تنظيم المؤتمر؟ نعم، احنا فخورين لنشتغل وشركائنا في KCST، جامعة الكويت، كيفاس وسترة. هدفنا نشر البحث ونشجع التعاون بين المملكة المتحدة ودولة الكويت في ميدان الأمن السيبراني. قمنا بدعوة الخبراء البريطانيين في الحكومة والأكاديمية والقطاع الخاص ليتبادلون أفكارهم في المؤتمر. نعم، مهندسة ليالي، إذا بنتكلم على الجهات المشاركة في مثل هذا المؤتمر، يمكن ذكرهم السيد بيتر، لكن نبي نذكر أيضا ماذا يميز المؤتمر في هذه الدورة. إذا بنتكلم عن المشاركين كرعاة مع الهيئة العامة للاتصالات، السفارة البريطانية، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الكويت، السنة المميز أو لأول مرة ينضمون معنا جامعة وزارة التربية كمتحدثين، وعندنا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي كانت يعني راعي أساسي وممول للمؤتمر. طبعا المتحدثين مثل ما كل سنة في متحدثين أو مختصين من جامعات بريطانية، من الجامعات الكويتية، من القطاع النفطي، من شركة STC، بالإضافة هالسنة مرة ثانية وزارة التربية، وهذا شيء يعني ملحوظ يعني كتغير أو كتقدم في هذا المؤتمر. نعم، ممتاز. بالنسبة للمحاور بروفيسور خالد التي ستناقش في هذا المؤتمر، ما هي المحاور أو ما هي الأهداف اللي وضعتوها لهذا المؤتمر في الأمن السيبراني؟ حقيقة المحاور هي المحاور الأساسية اللي بتهم دولة مثل الكويت. نعم. احنا ركزنا بشكل أساسي على أنه يكون المؤتمر فائدة للكويت، وليس جس مؤتمر كالمؤتمرات الأخرى الأكاديمية أو غيرها. فالمحاور الأساسية محور حماية البنية التحتية للدولة والمؤسسات والقطاع العام والخاص والنفطي، فهذا محور هام جدا. محور الثاني هو محور يهم كل جميع الناس، أولنا من يحمل هاتف محمول، وهو محور أمن الهواتف الخلوية وتطبيقاتها، هذا جدا مهم. محور الثالث هو دعم البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني في الكويت، فهناك جلسات خاصة للتكنولوجيات المصاحبة للأمن السيبراني مثل المدن الذكية، مثل البلوك تشين، موضوع حديث جدا، إنترنت الأشياء، هذه جميعها مهمة جدا. والمحور اللي
تطرقت له مهندس ليال متعلق في التربية. ولا مهم جدا بالنسبة لنا هو نشر الوعي وخلق بيئة لتعليم الأمن السيبراني على جميع المستويات. فخصصنا جلستين في هذا المؤتمر لدعم وزارة التربية في إدخال الأمن السيبراني إلى المناهج الدراسية، والأهم من هذا تدريب وتوعية المدرسين حتى يكونوا قادرين على تدريس هذه المناهج وإيصال المعلومة للطلب. هدف المؤتمر من حيث المبدأ، أول شيء خلق بيئة للتعاون، فكون جامعة الكويت جامعة حكومية، جامعة خاصة، سفارة دولة مشاركة في المؤتمر، بالإضافة للقطاع الحكومي، والحقيقة هيئة قطاع تنظيم قطاع الاتصالات كانوا من الأول المشاركين، والآن مؤسسة الكويت للبحث العلمي مشاركة، وزارة التربية، نسعى إن شاء الله لإشراك جهات أخرى في هذا الموضوع. بيئة التعاون هاي هي الأساس لخلق مستقبل للأمن السيبراني في الكويت. طبعا الهدف كمان جدا خلق كفاءات كويتية لكي تحمل هذا الهدف وتحمي الكويت. لا يستطيع أحد حماية الكويت، هذا جيش لن نخلقه، ولا يكون للدولة جيش إلا من أبنائها. فإحنا العام نعمل بشكل مهم جدا على خلق عدد كبير من الكفاءات الكويتية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة البحث العلمي ما ذكرت، وكذلك نشر الوعي على جميع المستويات من طلبة المدارس إلى المسؤولين في الأمن السيبراني. نعم سيد بيتر، يعني هذه الشراكة مع هذا المؤتمر من السفارة البريطانية اليوم، ما هو الجديد الذي سوف تقدمونه في الدورة الرابعة؟ نعم، في السنة نركز على الـ resilience بالإنجليزي، بس يعني نؤمن الأنظمة عشان تقوم الهجمات الإلكترونية. للأسف زادت التهديدات خلال فترة الوباء، ولازم نكون صامدين وحريصين الحين. نعم، تحدثت عن الهجمات الإلكترونية، الحديث عن الهجمات الإلكترونية كثر في الآونة الأخيرة، لكن لربما أحد فيكم مهندس ليال، بروفيسور خالد أو السيد بيتر يكلمنا عن أين تتمركز هذه الهجمات الإلكترونية، وأين موقع الكويت، أين نحن بالأمن السيبراني من هذه الهجمات الإلكترونية؟ يمكن أجاوب. تفضل. يعني دولة الكويت مثل أي دولة في العالم أو حتى في المنطقة تتعرض لهجمات، والهجمات متطورة. صحيح. اليوم هجمة بتتطور بعد فترة، بالتالي يمكن كدولة الكويت إذا أنا بقيسها على المنطقة على حسب الإحصائيات الموجودة يمكن هي ثاني دولة خليجية تتعرض لهجمات بالنسبة لحجم دولة الكويت، ثاني دولة تعتبر شيء كبير، يعني حجم الهجمات معناتها كبيرة ما هي قليلة. نعم، إذن هل الكويت متمكنة تماما من الرد على هذه الهجمات السبرانية أو الإلكترونية؟ في جهود من الجهات الحكومية، في جهود من الجهات الخاصة وشركات الاتصالات لتأمين الأنظمة وحماية البيانات من هذه الهجمات، بس يعني مثل ما ذكرت أن الهجمات متطورة، بالتالي التطور في الأنظمة الدفاعية ضد هذه الهجمات أمر مطلوب. نعم، بروفيسور خالد إذا عندك إضافة في نفس هذا الموضوع، هل في دراسة مثلا لهذه الهجمات اللي يعني تم التعرض لها وغيرها؟ نعم، يعني اللي ذكرته المهندس صحيح جدا، الهجمات لها أنواع كثيرة، طبعا في هجمات بتكون على مستوى الدولة، على مستوى البنية التحتية مثل ما قلنا، وهذا يعني جزء من ما يسمى الحرب الإلكترونية. ونوع آخر من الهجمات هو مهاجمة شركات محددة أو بنوك، مؤسسات خاصة، أو في بعض أنواع الهجمات تختص بالأفراد. صحيح. طبعا جميع الدول على استعداد ل التعامل مع الهجمات اللي على المستوى الأعلى. الهجمات الأنواع الأخرى طبعا لها الكثير من الجهات،
جزء منها يتعلق بالاستعداد الإلكتروني والآي تي. هذا الجزء هو الأبسط، هو الأسهل، حيث أن جميع البنوك الآن لديها أنظمة، وجميع المؤسسات الحكومية لها أنظمة للدفاع، ما يسمها فاير وولز وما إلى ذلك. الجزء الصعب اللي هو والمتجدد في الهجمات الإلكترونية يتعلق بالهجمات لسرقة معلومات الشخصية وسرقة حتى الفلوس أو ما إلى ذلك وانتحال الشخصية. طبعا الكويت تمشي بطريقة جيدة جدا في هذا المجال، ولكن جميع الدول لديها باع طويل لتمشي حتى تصل إلى هذا الموضوع. لذلك ركزت أنا في البداية على موضوع الوعي السبراني. يعني أهم طريقة للدفاع هي نشر وعي سبراني عام على مستوى الدولة على جميع المستويات. هذا بيكون أكثر طريقة للدفاع لدعم الطرق الإلكترونية للمدافع. نعم، ولهذا السبب لربما مشاركة بريطانيا هنا مهمة سيد بيتر. الآن بريطانيا من المعروف عنها أنها متفوقة في الأمن السبراني، كيف تتفوق بريطانيا في الأمن السبراني؟ نعم، في بريطانيا أشهر شخص في ميدان الأمن السبراني، مثلا آلان تشيرينغ في ميدان Artificial Intelligence و تيم برنرز-لي و World Wide Web. بس الحكومة البريطانية أسست شيء المركز الوطني للأمن السيبراني من كم سنوات، أعتقد كان 2016، وهذا المركز يدعم المنظمات في بريطانيا وهي الأمن السيبراني، مثلا يساعد بفهم التهديدات ويقوم النصيحة. هذا النموذج جيد جدا، و دول حول العالم تريد أن تؤسس مراكز مثلا، والحكومة البريطانية تريد أن تساعدهم ويا مراكزهم. نعم. ممتاز. إذن نفس ما تفضلت، نتمنى أن نرى ثمرة جهد هذا التعاون ما بين بريطانيا، ما بين المؤتمر وكذلك سترة وجميع الجهات التي ذكرتوها بتهيئة أبناء الكويت لتحمي هذه البلد بسواعد أبناء. نتمنى يعني إحنا نجاح مثل هذا المؤتمر، لأن في الأونة الأخيرة يمكن اكثرت هذه المؤتمرات الخاصة، لكن يعني صدى هذا المؤتمر إن شاء الله يكون واضح وتحقق الأهداف المرجوة منه. نشكركم اليوم على وجودكم معنا في ليالي الكويت. شكرا لكم. عبد الله، إذا نطلع فاصل ونكمل. يلا خلكم معنا بعد الفاصل. الطائرات اللي موجودة قدامي هذا دليل على أساس أن هناك تطوير. اللاين الأوروبي هو أوت كوتشورد، العروس تقدر تلبسه حق اليلوة وتقدر تستفيد مرة ثانية حق أي سهرة تنعزم عليها. الأستاذة ريم بهبهاني. الأربعاء في ليالي الكويت. أول وثيقة تذكر اسم القرين وصفاً للكويت وردت في وثيقة نهايات القرن 18 الميلادي. كانت هذه اسم الكويت في السابق، القرين والكويت. كانت الكويت هي تصغير لكلمة الكوت.
الكويت كانت جاذبة اقتصادية، الميناء كانت مهيئة لوصول السفن، هنا أصبحت الكويت مقصد لكثير من التجار. باكر في ليالي الكويت. في دراسة ومشروع بيئي لأول مرة، تتبع طائر العقاب المنقط والمهدد بالانقراض، رصد تنقلات الطائر خلال موسم السنة، تضافر الجهود لأكثر من جهة للتتبع، كل هذا وأكثر مع الدكتور عبد الله زيدان نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة، المصور عمر السيد عمر عضو مجلس إدارة فريق عدسة البيئة، الحين في ليالي الكويت. عبد الله معنا الآن ضيوف مميزين، معنا الدكتور عبد الله ومصور سيد عمر، يا هلا ومرحبا فيكم. يمكن في تاريخ 24/1/2020 حطيتوا أول جهاز تتبع على طائر العقاب، صح؟ ودنا تكلمونا شلون لقيتوا هالطائر وشلون حطيتوا عليه وشلون تابعتوا رحلته. تمام، احنا فريق عدسة البيئة كانت بدايتنا في برنامج ليالي الكويت، كنا اول يعني شغالين في المشروع من اوله في 2019، صحيح. حين عقب ما مر تقريبا ثلاث سنوات ونص على هذا المشروع كفريق تطوعي، حطينا جي بي اس في 2020 على اول طير في تاريخ الكويت، عقاب الكويت، سميناه عقاب الكويت. مع فحص الدي ان اي اكتشفنا انها انثى، حسبناها أنثى عقاب الكويت. هذا النوع من العقبان مهدد بالانقراض، وإحنا دائماً كمصورين موثقين ومهتمين في مجال البيئة نرصد هذا النوع من العقبان في الخريف والشتاء. ربيع وصيف ما ندري وين يروحون، يهاجرون. فاكتشفنا أن هذا النوع من العقبان حسب إحصائيات الـ IUCN المنظمة العالمية للحفاظ على الطبيعة انه مهدد بالانقراض. نعم. فقررنا ان احنا يعني نبلش في المشروع في 2020، وكلمنا المؤسسة الكويت التقدم العلمي، مشكورين دعمونا في هذا الموضوع، وباشراف طبعا الهيئة العامة للبيئة، على اساس انه يكون مشروع متكامل وورقة علمية تحدث لاول مرة ان فريق تطوعي يتبنى مشروع علمي. نعم. ميداني. نعم. ما قصرت عقاب الكويت، في شهر 4 هاجرت، بلشت هاجر، وصلت لغاية روسيا. هذا في 2020، وردت الكويت في الخريف، وردت هاجرت في الربيع إلى روسيا، ورجعت مرة ثانية للكويت، وردت راحت روسيا 6 مرات. لا إله إلا الله. آلاف مؤلفة من الكيلومترات في داتا وفي قاعدة بيانات، أعتقد وصلنا إلى مرحلة جدا مهمة في هذا المشروع، للتعاون الآن مع جامعة الكويت لتخريج طلبة يدرسون من خلال بيانات علمية لدى فريق تطوعي، تبناها فريق تطوعي بإشراف مؤسسات حكومية. نعم. هذا هو كانت النظرة الأولى للمشروع بعد 3 سنوات. الآن عندنا 10 عقبان ما شاء الله، وأكبرهم عقاب الكويت. أنت عقاب الكويت. أنت العقاب الكويت. وكلهم جايين من روسيا. وكلهم تقريبا روسيا وكازاخستان. الحين عندنا تقريبا عقاب الكويت وصلت، عندنا عقابين وصلوا كذلك الكويت، وفي 2 في تقريبا، واحد بالبصرة واحد بإيران، قاعد يقربون كل يوم، قاعد يقربون أكثر. نعم. يعني إذا بنتكلم على دور الهيئة العامة للبيئة دكتور عبد الله في دعم مثل هذا المشروع. طبعا مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. الهيئة العامة للبيئة اليوم تحرص على التعاون مع جمعيات النفع العام والفرق التطوعية، فهما جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتكاملنا اليوم مع الفرق التطوعية للحصول على مثل هذه النتائج اللي تساعدنا في تلبية الاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها دولة الكويت، وهي اتفاقية المحافظة على التنوع الحيائي اللي وقعتها الكويت في 2002. فاليوم الجهود ليست محلية فقط ولكن إقليمية وأيضا دولية. العقاب مثل ما تفضل أخوي أبو أحمد عمر سيد عمر، بالستينات قاعد أرقامه تتنازل بسبب يعني وجودها في روسيا
روسيا في بعض القوارض اللي كانت موجودة في بيئتها عالجتها أن تبيدها بالسم. العقاب يأكل هالنوع من الكائنات، فتدنيت أرقامه وصلت إلى 1000 يوز عالميا. فاليوم الجهود على أساس نقدر نحافظ عليه، نعرف مسيرة يعني هجرته وتتبعه والمشاكل أو الضغوطات البيئية اللي هو يواجهها خلال رحلته حق روسيا، فلا بد اليوم أن يصير في تعاون إقليمي ودولي للحفاظ عليه. عمر أبو أحمد، الآن هناك لابد تحديات واجهتكم في تصوير هذه الرحلة. العقاب أنت حاط عليه جي بي إس، حاط عليه تصوير رحلة بنفس ما تفضلت آلاف الكيلومترات إلى روسيا. شنو هي المشاكل أو التحديات اللي واجهتكم طوال تتبعكم لهذه الرحلة؟ طبعا احنا حطينا جي بي اس بس كاميرا لحد الان ما وصلنا. احنا لو وصل الكويت وثقنا، والامانه كانت في خطه ان نروح روسيا ونوثق، ولكن هناك نروح لان هناك يفرخ وهني شتي بالكويت، الجو عنده مناسب. ف من التحديات اللي واجهناها ان في عندنا عقاب، ثاني عقاب نحط عليه جي بي اس مات في ايران. هذا كان قبل فترة، قالوا إنه كان في أكثر من عقاب وفي واحد اختفى. وقعدنا لما وصلنا إلى أحد من الهيئة العامة للبيئة اللي هناك في إيران وطرشوا لنا صور إنه فعلًا الجهاز مدمر والعقاب متوفي. طبعًا هذا كلنا يعني. أكيد. ولكن هذا سبحان الله رب ضارة النافعة، هذا قد يفيد في الدراسة إنه في بعض المواقع والموائل اللي يزورها العقاب خلال هجرتها هي اللي تؤدي الى تؤدي الى نقصان اعدادها ويعني وصولها لش اسمه. طبعا الهدف اللي احنا نبي نشوفه ونوصل له ان من خلال المؤسسات الرسميه في الكويت نتواصل مع هالدول ونعطيهم على قولتهم الريد فلاج، ان احنا يا جماعه ترى رصدنا، عندنا موائل عندكم في هالمواقع قاعد تضر هذا النوع من العقبان وهذا النوع من الطيور. وفي النهايه طبعا اقول شنو 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 اهميه الدراسه؟ هذه دراسه علميه تفيد بايش كثر انت تقدر توازن في البيئه. انت عندك لما نوع واحد من الكائنات الحيه تقل اعداده تسبب لك مشاكل وعدم توازن في البيئه. فهذه واحده من الدراسات اللي قاعد تطلع باسم الكويت حاليا، واللي نبي نتواصل فيها مع الجهات الرسمية ومنظمات عالمية مثل بيرد لايف، مثل إي بيرد، والهيئات المتخصصة في البيئة في الدول اللي مر عليها، زائد أن إحنا نبي نستكمل هذه الدراسة من فريق تطوعي يتبنى دراسة علمية إلى تسليم المادة العلمية هذه لجامعة الكويت. تعالي بخرجوا لنا طلبة باتشلر ديجري في رسالتهم التخرج أو ماستر ديجري، أو إن طالب دكتوراه كويتي يتبنى هذه البيانات ويبدأ يدرسها ويدرس خط الهجرة وارتفاع الطير وسرعتها وأماكن تواجده ويطلع يعني فايندينجز أن أسباب انقراضه وأسبابه ويوجه هذه الرسالة كطالب دكتوراه يعني. فمن فريق تطوعي إلى دراسة علمية لها وزنها باسم دولة الكويت. نعم، وهذه الدراسة يعني حين تمت من 2020 بلشنا فيها. إذا هذه السنوات صار في عندكم يمكن طمع محمود بأن يتم أيضا تتبع نوع من الحيوانات الثانية. صح. السلاحف. السلاحف الهيئة العامة للبيئة هم يتنا بفكرة السلاحف. أعتقد دكتور. طبعا السلاحف، اول من درس السلاحف في دولة الكويت الدكتور سالم مهنا عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت في 1999، وفي عندنا بس كتاب واحد عن السلاحف الكويتية في دولة الكويت. ارتئينا اليوم نتعاون مع الفرق التطوعية وايضا جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي على اساس انه نشوف هجرة هذه السلاحف. السلاحف بالكويت صار لها أكثر من 2000 سنة موجودة، والحضارة الدلمونية على جزيرة فيلتشا بالآثار والقطع الأثرية اللي موجودة متصادق وجود السلاحف في ذاك الوقت. فالسلاحف موجودة قبل يعني لا إحنا نكون
موجودين في دولة الكويت. اليوم عالميا هناك بين 5 إلى 7 أنواع من السلاحف البحرية، منهم نوعين اللي هي السلحفة الخضراء والسلحفة ذات منقار الصقر اللي موجودين ويعيشون في الجزر الجنوبية. طلعنا السنة اللي طافت وقعدنا ما يقارب 3 أشهر على جزيرة تيغارو، شفنا أن عشاشها فيها تدني والسلاحف ما قاعد تترد مثل الأول. أول كانوا يرصدون حروة 23 أش بالجزيرة وهم يجون شهر 4 تلقي الأنثى بيضها لشهر 8. يوم رحنا هالسنة لقينا بس 3 أشاش. النشاطات البشرية اللي قاعد تصير قاعد تؤدي إلى تدني مستوى التحشيش على جزيرة جارو. فقلنا لابد اليوم أن نتبع ونشوف وين تروح سلاحف الكويت، وهل سلاحف الكويت ترد تفرخ مرة ثانية أو تلقي في يعني بيضها في الجزر الجنوبية. فخذينا الدي ان اي منها، عينات الدم والأنسجة منها، وقاعد يساعدونا جامعة الكويت لاستكمال كافة يعني الدراسات اللي هي تقدر تخلينا نعرف بالضبط السلاحف إذا تكون مستوطنة عندنا ولا لا. اليوم وحسب جهاز التتبع واحدة من السلاحف راحت خليج عمان، قاطعة ما يقارب 1000 فوق 1000 كيلومتر منذ إطلاقها 2022 من جزيرة جارو. فاليوم السلاحف تطلع تروح من الخليج العربي إلى المحيط الهندي وترجع مرة ثانية لدولة الكويت، تستقصد الجزر الجنوبية والسواحل الجنوبية لإلقاء بيضها مرة أخرى. على ذكر مثل هذه المشاريع، مشروع تتبع العقبان المهددة بالانقراض، مشروع تتبع السلاحف اللي نفس ما تفضلت كذلك قاعد تقل كمياتها، إلى أي درجة إحنا في الكويت قادرين أن نحافظ على هذه البيئة؟ التوعية هي الأساس. إحنا بالهيئة العامة للبيئة وأيضا أظن فريق عدسة البيئة، نعم، هدفنا وغايتنا من التصوير ومن التوثيق ومن الدراسات العلمية هي توعية العامة وتوعية المجتمع. للأسف عندنا نسبة يعني من المجتمع للحين ما وصلوا حق المستوى التوعية البيئية بما فيه يعني بالمستوى المطلوب. هنقول الحين احنا بموسم هجرة الطيور والبلاغات قاعد تكثر، هناك تعديات على البيئة سواء البرية أو البحرية، فالتوعية شيء أساسي أنه يكون موجود بالمجتمع للحد من هالضغوطات اللي قاعد تصير على الكائنات الفطرية اللي عندنا. الكائنات الفطرية مو بس مهاجرة، مو بس توجد في دولة أخرى. اليوم عقاب الكويت مثل ما تفضل أخوي أبو أحمد موجود في محمية الجهرة، يقعد 6 أشهر يقطن طوال فترة الشتاء في محمية الجهرة، يأكل في محمية الجهرة. فالمحميات بيئات يعني صالحة لهذا التنوع الحيائي، وللأسف في بعض الأشخاص يقومون بالتعدي عليها واستنزاف الثروات الطبيعية والتنوع الحيائي اللي فيها. نعم أستاذ عمر، يعني كونك مصور وتقصد يعني البيئة عندنا بالكويت، وين شايف إحنا يعني واصلين مع وجود يعني هذا التتبع اللي قاعد تعملونه غيره من الأمور؟ إحنا اليوم نقدر نرجع بالبيئة البحرية البيئة الطبيعية عندنا بالكويت مثل اللي سابق عهدها ولا صعب؟ والله شوف، في تحسن عن 5 سنوات، يعني من قبل 5 سنوات الغطاء النباتي بالكويت تقريبا وصلنا إلى خلاص، يعني حتى نباتات البرية حتى الربيع ما قمنا نشوفها بالطريقة اللي من 10 سنين ولا من 30 أو 40 سنة. مع تضافر الجهود، مع يعني البلاغات اللي قاعد نوصلها للهيئة العامة للبيئة وطلعاتهم التفتيشية والأمور هذه، اليوم بدها شوية يعني في أماكن محدودة جدا بسيطة، ولكن ما زلنا قاعد نشوف راعي جائر. يعني أنا للأسف إني أقول يعني حتى في جون الكويت في منتصف الكويت يعني في راعي جائر قاعد يأكل هذا النبات خلاص يعني مسح. الكائنات الحية يعني خلينا نقول احنا الكويت نتميز بالطيور. صحيح. يعني الكويت تقريبا 85% من رصد انواع الطيور اللي في السعودية، تخيل على حجم السعودية. الطيور احنا عندنا تحدي كبير مع الرماية، مع الناس اللي عندها هواية الرمي.
أعطيك مثال، الحبارة والحمامة البر من الطيور المهددة بالانقراض. يعني أنا ممكن أقول حق كل صقار، كل رماي، خلال آخر 3-4 سنين هل شفتوا حبارة واحدة في البر؟ لا لا لا. 90% من الرماية أو ما شافوا لا حمامة بر ولا شافوا حبارة. فأتمنى يعني أن صقار واحد أو رماي واحد يتبنى فكرة أنه يا جماعة خلنا نوقف، خلوا هالطيور تعبر، خلوا هالطيور تتكاثر، خلي يرجع التوازن مرة ثانية. نعم. يعني إحنا الحشرات وايد زايدة عندنا. صحيح. والسبب شنو؟ السبب إن الرماية يحبون هالطيور الصغار، طيور الربيع تهاجر فيرمونها، قلت أعدادها زادت الحشرات. هذه هي اللي تخلصنا من الحشرات. تخلصنا من الحشرات. نعم. ففي توازن كبير احنا قاعد نحاول ندرسه. ان شاء الله صوتك يوصل اكيد. اتمنى يا رب. كل الناس المتابعين المهتمين لهذه الشؤون ان شاء الله. كذلك دكتور عبد الله عندك رساله اخيره ودك توجهها قبل لا نختم؟ والله يعني اشكر مره اخرى الفرق التطوعيه والجمعيات النفع العام على تعاونهم مع الجهات الحكوميه. ما راح نقدر نوصل حق أهدافنا المنشودة والأهداف المرجوة إلا في تكامل الجهات الحكومية والجهات النفع العام والفرق التطوعية. اليوم المنظومة أو باب التعاون يشمل الكل وليس فقط الجهات الحكومية، وإلقاء اللوم ليس إلقاء اللوم على الحكومة، كل واحد فينا يمثل المجتمع ويعني على عاتقه عنده مسؤوليات كثيرة. صحيح. اليوم نتكامل أساس نوصل حق أهدافنا ونستصلح البيئة حق الكل إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. عمر السيد عمر، سيد دكتور عبد الله الزيدان، شكرا جزيلا لوجودكم معنا ويعطيكم العافية. حياكم الله. نبتدي نكون وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا، باقي الزملاء إن شاء الله وياكم في بقية أيام الأسبوع. إن شاء الله تصبحون على خير. فمال مع السلامة.